مرحبا بكم. داخل وحدات فندقية جرى تخصيص مسالك ومسارات خاصة بمرضى كوفيد-19 من أجل رفع معدلات الشفاء. أطباء وممرضون يسهرون على مراقبة سلامة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بشكل مستمر. استكمال العلاج داخل الوحدات الفندقية قد يصل لأسبوعين، ورحلة علاج المصابين قد تستمر لأسابيع مباشرة بعد تشخيص الإصابة بالفيروس. تيليماروك تقضي أياما داخل مؤسسة فندقية تحولت إلى وحدات علاجية، وتنقل إليكم فيما يلي تفاصيل رحلة علاج المصابين والمغادرة بعدها صوب منازلهم سالمين. لنتابع. لا يتعلق الأمر بوحدة علاجية ميدانية أو بمستشفى، هي ممرات داخل فنادق مصنفة حولتها جائحة كورونا إلى وحدات علاجية يتابع المصابون داخل العلاج بعد استقرار حالتهم الصحية قبل أيام. فنادق بالكامل خصصت طاقتها الاستيعابية لفائدة المرضى جراء الفيروس، والحال لا يختلف كثيرا عن المستشفيات المتواجدة بتراب العاصمة الاقتصادية. نفس الأقسام، نفس الوحدات، ونفس الأطقم الطبية والتمريضية، والهدف الرفع من معدل الشفاء. فندق هذا خاص بالناس المرضى ديال الكوفيد، تخصص كله الناس اللي مرضين بالمرض الكوفيد 19. الوغ هذه الوحده هذه تيتواجدوا فيها الاطباء وتيتواجدوا فيها الممرضين، خاصه بهذا لو سيركوي بروبر اللي تنقولوا لو سيركوي بروبر. دونك هذا تحتوي اول حاجه تحتوي على هذه البيت فارماسي، هاد لافارماسي الصغيرة اللي فيها كاع المسائل اللي تحتاجوها للخدمة اليومية ديالنا، بما فيها هادو أول حاجة. هنايا عندنا لي كيت اللي تلبسو، هنايا الفارماسيان مقسمة لينا لي كيت على حسب كل شريحة، بالنسبة للناس ديال لونتروتيان، بالنسبة للبيرسونيل ميديكال، وبالنسبة للناس ديال لاكوي، يعني كل واحد حاطة ليه لو كيت ديالو اللي تيخصو يلبسو. نصورهم هنايا وحاطاهم. عندنا هنايا مجموعة ديال الديبول، يعني داكشي الغزاف اللي تيبقى ديال لي كيت اللي تنلبسو. كاين عندنا بوتيت دوتاسيون، لأن هنايا في المقر هنايا في الوطن ما تنشوفوش غير الكوفيد بوحدو، عندنا حتى تنتبعو الناس حتى بالنسبة للأمراض أخرى. يعني ملي تيجي عندنا تيولي مريض عادي، إلا تيشتكي من شي حاجة أخرى مادام كاين الطاقم الطبي هنايا تيشرف على الحالة الصحية ديالتو بما فيها إلا كان مريض بسكري ولا مريض بشي حاجة. دونك كلشي الأطباء هنا تيتبعوه على كاع الأمراض اللي عندهم. الاستعدادات تجري هنا لتحضير وتجهيز الاستمارة الخاصة بالمرضى. هذا الأنبوب سيتم داخله تعبئة التحاليل الأنفية للمصابين. هنا الوحدة اللي تيتجمعوا فيها الطاقم الطبي والطاقم التمريضي كله، هنا اللي تندرسوا الحالات ديال المرضى، تنشوفوا الناس اللي خاصهم التحاليل، اللي خاصهم كل واحد تندرسوا الدوسي ديالو اللي خاصه يوصل باش انه غيديك التحليله، تنترييوهم. تيتكلفوا الطبيبات هنايا بهذوك الاستمارات اللي تيتعمروا باش يوجدوهم للغد لي باش غادي يديروا لهم لي بريليفمون ديالهم. تنشوفوا في نفس الوقت في لابري ميدي تيجيونا لي ريزولتا من لا ريجيون ديال الناس اللي هما براو. تيقوموا الطبيبات تيجبدوا الدواسات ديالهم، تنشوفوا تنملؤوهم بانهم راهم دي سورتي، وتنصاحبوهم حتى لتحت ملي نوجهوهم ونشرحوا لهم جميع المسائل اللي تيخصهم يديروها بعد ما تيخرجوا من عندنا هنا من الفندق. عندك نسوا ما تعطيهمش افازا. كل صباح تنديروا اجتماع كيكون ما بين الطاقم الطبي والتمريضي باش كنراجعوا لي دوسي، كنشوفوهم كنشوفوا اللي خصو التحليله ملي وصل الوقت ديال التحاليل ديالو، كنشوفوا شكون خصو يدير التحليله. دونك من بعد تنقوموا بهاد العمليه اللي تنوجدوا لي فيش كما شرحت لكم دكتور عنيبه من قبل، لي فيش ديال التحليلات. دونك كنعمروا كاع لي رونسينيومون، سميه المريض والنمره ديالو. دونك كيف ما شفتي كنعمروا المعلومات حتى في هاد لو ساك. دونك تنديروا المعلومات، السميه كنعاودوا كلشي، السميه لو كود وحتى حتى لا دات. دونك تنعملوا بحال هكا، تندخلوا هاد الشيء كندخلوا لافيش وتنديروا لي كوبيه
وتنديروا هذا اللي تيدار فيه لو تيوب اللي تيدار فيه حتى هو اللي حتى هو كيكون مكتوب عليه كاع حتى هو كيكون هكا فيه كاع المعلومات اللي خاصه بالمريض دونك وتنسدوه بحال هكا صافي كنخليو على جنب حتى كنكونوا طالعين حتى كيكون الطاقم الطبي والتمريضي طالع تيديه معاه. هذا سائل كيحافظ لينا على ديك التحليله اللي كنديروا ديال الانف باش ما تخسرش باش توصل للمختبر في دي كونديسيون مزيانين. في هذه الأثناء يتلقى المشرف عن الوحدة الفندقية اتصالا لتزويد هذه الوحدة العلاجية المخصصة لمرضى كوفيد 19 بالمواد الغذائية اللازمة. آخرون في طريقهم لإجراء تحاليل مخبرية قصد التأكد من خلو أجساد مصابين من الفيروس بعد بروتوكول علاجي تلقوه طيلة أيام. هاد دابا غادي يطلعوا باش يديروا لي بي سي ار التحليلات ديالهم. كاينين المرضى اللي خصهم دير لهم تحليله بور كونفيرماسيون الاخرانيه ولا سا ديبون على كل واحد اش من بي سي ار اللي عنده. كاين اللي عنده الثانيه كاين اللي عنده الثالثه كل واحد وشنو هو على حسب سميتو. دونك كلهم وجدوهم دابا غادي يطلعوا دو زيكيب لان يلا كانوا عندنا لي زونترون جداد كلهم يلا دوزوا 9 ايام دونك دابا كلهم لا بلوبار ديالهم غادي نديروا لهم لا دوزيام pour confirmer le résultat ديالهم واش غيت نيجاتيف مره ولا مازال غادي نعاودوا يحتاجوا دوطخ بي سي ار. دونك دابا عندنا هنايا عندنا 5 ايطاج دابا واحد 2 ايطاج الاولين غيطلعوا لهم الطبيبه هي والانفيرميير و لي 3 ايطاج الاخرين غادي يطلع الطبيب دكتور انس مع الانفيرميير كوثر زهره غيطلعوا دابا باش يديروا لهم تما لي بخلهم. جولة الطاقم التمريضي والطبي داخل هذه الوحدة العلاجية متواصلة لأخذ التحاليل المخبرية. يتم أيضا اختبار وفحص كافة المؤشرات المتعلقة بصحة المريض وفي انتظار زيارة الطاقم الطبي إلى غرف مصابين آخرين بؤر صناعية بشركات مختلفة قادت هؤلاء إلى هنا. نهزي الفيروس من شركة ديال سميتو ديال الأحذية الصباط اللي كنا كنخدموا في واحد الشركه ديال الاحذيه هي اللي هزينا منها الفيروس. يعني من اللي بدا الفيروس يعني بانوا واحد جوج حالات كانوا جوج حالات في واحد في نفس الشركه ولكن هي الشركه بعيده علينا شويه من تما يعني بنادم كلشي تخلع وكلشي بغى يعني بغى يعرف راسه يعني راك عارف الشركه والصباط وهذا الشيء ضروري يعني هذيك الخدمه كتمشي من شركه لشركه يعني ضروري ما غادي سميتو ضروري ما تقيس شي حاجه ضروري كاين اختلاط يعني كاين دراري كنعرفهم في هذيك الشركه كنتلاقاو معاهم كنهضروا معاهم يعني بحال ما كاين يعني تقدر سميتو بنادم دخلوا الشك يعني واحد النهار يعني بالاثنين اثنين هذاك النهار وقفنا ما بغيناش نخدموا صافي بغاو سميتو بغاو يديروا معنا واحد الحل ولكن ما بغيناش ليهم قال لك يعني غادخلوا غتخدموا غتبدا تمشيو ب 30 ب 30 يديروا التحليل ما قبلناش ليه حنا داك الشيء صافي جات السلطات صافي سميتو حبسوا داك الشيء قالوا لينا سميتو قالوا لينا باللي غتمشيو غيديروا لكم التحاليل قيدونا صافي صيفطونا للسبيطار درنا التحاليل اخت ديالي هي اللي تعادت دابا هي كاينه في السبيطار حنا كنا سميتو كنشاركوا ماكله كل شيء يعني دا حاجه عاديه غادي تعاد يعني اي ركت غير زكام عادي كان سميتو كان عادي. الممرات داخل الفندق تبدو على هذا الحال، استئذان المريض أولا ثم استفساره عن تحسن حالته الصحية، بعدها يجري سحب العينة الخاصة بالمصاب بكوفيد 19 قبل موافاته في غضون ساعات بنتائج الفحص المخبري. لو تريتمون على حساب شاك باسيون هي ديفيرون ولكن لا بليبار كياخذوا ان تريتمون ديال دي جور ديال الكلوروكين اللي هو عبارة عن بلاكين. كنديروا واحد العمليه ديال كنديروا التحاليل المخبريه اللي كيكونوا عن طريق الانف بالنسبه للمرضى اللي كاينين هنايا وميم طون كنديروا المعاينه ديال الصحه ديالهم كي دايره ولا كانوا كيطلبوا شي حاجه واحده اخرى ان شاء الله. يا اما غادي تمشي للباستر دابا شويه ملي غادي نساليو هذا لو نومبر اللي عندنا دابا هنايا يا اما غادي تمشي للباستر يا اما غادي تمشي للسي اش او كيدوزوا تما التحاليل وان فوا كيكونوا النتائج كيتوصلوا حتى حنا عاوتاني بالنتائج باش كنكومونيكيهم مع لي باسيون. كي دايره لاله بخير صحتك الحمد لله.
دونك لي مالاد ملي كيجيو كيدير لهم ان كالوندغيي دو بريليفمون اللي على حسابو كنشوفو شاك جوغ لي بريليفمون اللي كاينين كنوجدو لهم لي بي سي ار لي كيت ديالهم وكنطلعوا سا ديبون ديال لو نومبر ديال لي بي سي ار اما اون ايكيب ولا دو و او ميم طون كنشوفو لي مالاد كيفاش لي با ديالهم كيفاش صبحوا كنشوفو لي عنده اون سورفيونس زعما افير دي تريتمون ادمينستري ولا هذا كن هي دي لوكازيون بوغ اون ميم طون لا فيزيت اون ميم طون فير لي بريليفمون نيسيسير لوبجيكتيف سي سا هو انه يتنيجاتيف ويخرج دار له لا سورتي لا غيريزون دونك حنا هنايا عندنا اون دوري ديال 14 جوغ في لوتيل ماكسيموم على اساس انهم كيكونوا داروا دي جوغ في 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 لوبيتال دو تريتمون وهنا كيجيو في لا بيريود دو كونفينمون اي دو سورفيونس دي بي سي ار لي كي بو فاري انتر يعني من الدخله حتى تل جي 24 ديال التوتال ديال لوسبيتاليزاسيون ديال لو مالاد. من بين المصابين من لجأ الى ممارسه الرياضه بشكل شبه يومي بعد استقرار حالته الصحيه. حنا هذا الحمد لله كنديروا هاد الرياضه هذه باش كنتغلبوا على هاد الوباء اللي كاينه عندنا في المغرب اللي هذاك الحمد لله هاد الحجر الصحي هذا باش انسان هاد لونطريمه هذه كتغلبك بزاف على الابيال الامراض او اي حاجه كتغلبك عليها الدد ديالك كتبقى يعني من الساعه الدل ديما كتكون نشيط كدير الرياضه كتقاوم هاد الوباء بحال هكا او مرض اخر او يعني الحمد لله انا ديما كندير هاد الساعه المكانه او جوج السوايع في العشيه. العينات التي جرى سحبها من المرضى بعد ذلك يتم اخذها صوب مختبر باستور المغرب لمعرفه السلبيه منها ونظيرتها الايجابيه. بينما عمليات المعاينه والفحص متواصله في جل طوابق هذه الوحده الفندقيه، اسامه كراما المشرف عن هذه الوحده يتابع عن كثب احتياجات المرضى، يتتبع ايضا مسار علاج المصابين بدءا من دخول هذه الوحده العلاجيه الى غايه المغادره. بالنسبه للعمل ديالنا كنديروا بزاف كنخدموا على الراحه ديال المرضى اللي عندنا هنا. كنتنسق مع الدكتوره عنيبه اللي مسؤوله على هذا لوبيتال هذا. عطاتني مسؤوليه ديال باش نجيري كل الحاجيات ديال المرضى من الاكل والشرب والمستلزمات الشخصيه ديالهم اللي كنوفروا لهم كل شيء اللي خاصينهم اي حاجه خاصهم كنوفروا لهم ما كنخليهمش يحسوا بانهم بوحدهم كنخليهم عندهم طاقم الطبي الحمد لله اللي متكفل بجميع الاشياء الطبيه وكاين طاقم لوجيستيكي اللي كيوفر لهم المستلزمات ديالهم الحاجيات ديالهم الخصوصيه هذا من جهه اخرى كنشوفوا لهم الراحه ديالهم من ناحيه في لي شومبر ديالهم الا خاصهم التعقيم ولا خاصهم النظافه كندخلوا في هذا الميدان هذا بالنسبه عاوتاني الاكل ديالهم والشرب ديالهم كيجي الممول ديال الحفلات اللي كيجيب لنا الاكل ديالهم هنايا كنسخنوه كنقدموه لهم بواحد السلامه وبواحد الحيطه وحضر جيد ومع جميع ظروف السلامه ديالهم بالتعقيم وكذلك كنشوفوا عاوتاني الحاجيات ديالهم. ظهور نتائج مخبريه سلبيه شجع مرضى على صيام الايام الاخيره من شهر رمضان. توزيع الوجبات الغذائيه جزء من مهام المشرفين على الفندق، وليس هذا فقط بل يتم تتبع جل حاجياتهم الغذائيه والتمريضيه. ولا يفوت الطاقم ككل يوم جعل ساعه الافطار موعدا للاستفسار عن احوال العائله والاقارب. الموعد بات روتينا يوميا خلال رمضان قصد الاستفسار عن بعضهم البعض. غالبيتهم امضوا هنا حوالي 3 أشهر دون زيارة ذويهم والأقارب. مريم شحال هديتي خدامة معنا؟ شكون اللي خليتي في الدار؟ زود شحال عندها؟ توحشتيهم؟
يوم جديد بوحدة فندقية أخرى لا تبعد كثيراً عن نظيرتها الأولى، سيدة في عقدها الثامن تتوافد إلى هنا. حالتها باتت مستقرة، دخلت قبل أسبوعين للاستفادة من العلاج بمستشفى مديونة بعد انتقال العدوى إليها عبر أحد أفراد العائلة. المسنة ترافقها سيدة أربعينية بمعية أبنائها. حالتها الصحية الآن تنتظر فقط ظهور تحاليل مخبرية سلبية قبل المغادرة. طاقم هذه الوحدة العلاجية سيصاحبها إلى الغرفة المخصصة لها، والتنسيق يجري هنا داخل قسم القيادة. حنايا دخلنا الصراحة بوزيتيف، دخلنا مراد بزاف، وملي مشينا تما لقينا العناية ولقينا الأطباء ولقينا كل شيء، الحمد لله كل شيء راقب الحالة ديالنا وعطاونا الدواء 10 أيام وتشافينا الحمد لله. حنا دابا كنجيو هنايا باش نكملوا العلاج ديالنا والحمد لله. كنشكرهم بزاف هاد الأطباء وكلشي، كنشكرهم داروا معنا بزاف الحوايج، داروا معنا العلاج، تهلوا وكلونا شربونا الحمد لله كل العلاج. حنا كنتواجدوا دابا في قاعة الحراسة للمركز كوفيد موغادور، اللي منها كان تقريبا كان تم جميع العمليات ديال المراقبة ديال المرضى، ديال المتابعة ديال الملفات ديالهم، ديال يعني المتابعة ديال بصفة عامة ديال الحالة ديال المرضى. دونك هنا القاعة ديال الحراسة اللي كيتواجد فيها الطاقم الطبي والتمريضي، لي سورتون كيكونوا أول حاجة على حساب التحاليل اللي كانوا داروا قبل. دونك التحاليل اللي كنديروا اليوم هنا كناخذوا العينات اللي بخليفمون نازو البي سي ار، وكنتسناو لا ريبونس من عند لابوغاتوار. دونك بور لانستون اليوم مازال ما جاتناش شي ريبونس، غالبا تيكونوا مورا ميدي الا كانت اون ليست دي سورتون. دابا عندنا ان ابيل غالبا غيكون ان باسيون. الو السلام عليكم. سلام. لا 18 مازال ما جاوش، عطيني عفاك السمية باش إلا جات نعاود نعيط لك. نيميرو دو شومبر صافي، إلا جات راه نعاود نتصل بك. مرحبا مرحبا خويا، مرحبا مرحبا ودنا ودك. هو باسيون لا شومبر ديالو، حيت كلهم عندهم لي زاباراي التليفون. إلا بحال دابا هذا اتصل كيسول على النتيجة ديال التحاليل ديالو، دونك مازال ما جاتش. حنا خديت عنده النيميرو دو شومبر منين اتصل، الا كانت راه عنده اتصلوا بين عطاو النتيجه ديالو. الو معايا سمعتيني ياك؟ دونك نتو عندك دابا عندك باب باش ديال لك تحيل البنيه. صافي هي كما قلت لك البنيه مول فاتح هي كما ياك يا وصافي، حيت كاين البنيه شويه اللي تيخافوا من التحيله وهذا ماشي صافي. هي واحد ربع ساعه ان شاء الله غتكون عندك دغيا ان شاء الله. مرحبا ويدينا ولي. نعم لا دابا دير التحليله ومن بعد غنعطيك الاشاره باش تهضر. صافي اللهم امين اللهم امين والدينا ولي اللهم امين امين. بارك الله بارك الله. يلا يلا. بينما حالات تتوافد إلى الفندق، حالات أخرى تستعد للمغادرة بعد الاستفادة من العلاج. نتائج التحاليل المخبرية أظهرت سلبيتها، وقبل ذلك سيستفيد المغادر من فحوصات للتأكد من حالته الصحية. اول ما كنقوموا به من بعد عمليه ديال لبس الالبسه الواقيه خاصه لمرضى كوفيد، كنقوموا بالتحضير ديال الشاريو ديالنا اللي كيتكون من المونيتور بوغ كوندر لي كونستون دي مالاد، دي غون بوغ باش نبدلوهم اونتخ شاك مالاد، هادو دي ماسك دي بافيت اي دي برودوي ديزانفيكتون. كنقوموا بعمليه ديال التسجيل ديال هاد لي كونستون اللي كنلقاوهم هنا في هاد لافيش، سي لافيش سيرفيونس دي مالاد. من بعد كنقوموا بعملية التسجيل ديالهم في لي روجيستر ديالهم لهي، باش كتكون العملية ديال التتبع ديال لي مالاد الحالة ديالهم كل خطرة، كتكون ان كورديناسيون افيك لي ميدسان، كنعلموهم واش كاين شي انومالي شي حاجة انورمال. صبحت شوي مزيان فهمتني، شوف لك دابا الطونسيو ديالك و التنفس دقات القلب عبر شي الحراره ديالي. هاد العمليه هي اول عمليه كنقوموا بها ملي كندخلوا عند المريض، فكنشوفوا ليه لي كونستونت ديالو اللي فيهم لا طونسيو ارتيريل، لا فريكونس كاردياك، لا ساتوراسيون، لوطو دوكسيجين بلو سون. كنشوفوا ليه الحراره ديالو
من بعد كنسجلوا هذا الشيء في لافيش ديال السيرفيونس ديالنا. الا كانت شي انومالي شي حاجه لي انورمال فتنعلموا الطبيب باش يكون شي تدخل عاجل، الا كان شي دواء عنده ولا شي حاجه. انا دابا 9 ايام وانا في لوطين، شربت 5 ايام ديال الدواء، ومن موراها ما بقيتش كنشرب الدواء، وليت كنصوم عاديا. درت 3 تحاليل هنايا في لوطيل، دوك التحاليل خرجت وحده بوزيتيف، وهاد الجوج الاخرين خرجوا نيجاتيف. هي فين غتخرج دابا بحال هادشي؟ تيجيو شي كور كان شي جابوا لنا شي سانشيوات والخدمه، هما اللي كانوا جابوا لنا داك هاد الفيروس هذا. صافي انا راه كدير جميع الاحتياطات ديالي، كديرهم معقم كان عندي في جيبي، شكون عقم يدي انا جميع الاحتياطات كديرهم. اي والله بغى لينا هادشي ما عندنا ما نديرو. كنقول للمواطنين كل واحد يدير الاحتياطات ديالو، واللي ما عنده ما يدير في الزنقه ما يخرجش للزنقه، عنده شي غرض يخرج يقضيه ويرجع بحالته للدار. على امتداد حوالي أسبوع حالة هذا الشاب تحسنت بشكل مستمر. اليوم يغادر الفندق بعد تماثله للشفاء. تمكن من صيام الأيام الأخيرة من شهر رمضان بعد ظهور تحاليل سلبية متتالية أظهرت تعافيه من الفيروس. بعد المغادرة تعكف فرق النظافة داخل الوحدة الفندقية على تعقيم وتطهير الغرفة. عمليات التطهير هاته الغرض منها إعادة استغلال الغرف من جديد لصالح المصابين الجدد القادمين من المستشفيات والوحدات العلاجية بالعاصمة الاقتصادية. غادي نطلعون خدينا الشامبوان، خدينا باندوش، خدينا ليزور والفوطات، على أساس كنمشيو للشامبر ها الكلي ديالهم، على اساس باش كنبدلوا لي زون، نبدلوا الفوطات، نبدلوا لي مالادي، ونبدلوا كل شيء. كنعقموا وكننظفوا باش حتى لا دخل شي مالادي اخرى يلقى يدخل على النقا، ماشي يدخل على الوسخ. كندخلوا عندهم بزاف هذوك اللي ما تيقدوش ينوضوا، كندخلوا عندهم بزاف باش نكونوا معاهم نواسيوهم بحال جالسين مع العائلات ديالهم. هادشي اللي كاين. وككل يوم لا بد من زيارة روتينية لهؤلاء وهم مشرفون عن مندوبية وزارة الصحة لتفقد مدى احترام الوحدة الفندقية باعتبارها مؤسسة استشفائية للمعايير الصحية المعمول بها. يتم الوقوف عند حسن فرز النفايات الخطيرة المعدية في أكياس حمراء قبل التخلص منها بشكل نهائي بطرق خاصة بعد ذلك. احنا اليوم في إطار واحد الإجراء الاوتيل موغادور، جينا كان في اطار سوبرفيزيون ديال لو سيركوي ولا سوا ديزون لو تريتمون ديال لي ديشي كي سو برودويز او نيفو ديال هاد لينيتي هادي. دابا هذا سيت ان اوتيل لي سوا ديزون سيت ان اوتيل، مي حنا كنعتبروه كمستشفى، وحده ديال المستشفى، لانه كيتكلف بالناس المرضى ديال كوفيد 19 اللي كيتلقاو العلاج ديالهم هنايا. يعني بما انهم كيتلقاو العلاج ديالهم هنا ضروري كاين واحد النفايات. حنا في اطار هذه الجائحه ديال الكوفيد 19، في اطار التدابير الاحترازيه والوقائيه اللي كتنتجها يعني لا وزاره الصحه لا المديريه الجويه لا المندوبيه الاقليميه لجميع المتدخلين، يعني كاينين واحد دي ميزور دو سيكوريتي دو بريفونسيون اللي خصنا نحترموها ونوقفوا عليها. اليوم استضفنا في اطار يعني الجوله الروتينيه ديالنا ديال التفقد ديال هذا لو سيركوي، ويعني باش المراقبه ديال مدى استجابه لي ميزور دو بروتيكسيون في هذا لوطيل. هذا جينا حنا اليوم بالضبط اننا غادي نشوفوا لو تريتمون ديال لي ديشي كي سو برودويز او نيفو دو سيت يونيتي. كيف ما كتعرفوا هنا كيف ما شرنا لان كاين الناس ديال المالاد كوفيد، يعني اي نفايات كتنتج هنا حنا كنعتبروها انها نفايات خطيره. سون دي ديشي ا ريسك اللي كيكون عندهم واحد لو سيركوي سبيسيال وان تريتمون
سبيسيال ماشي كباقي النفايات. الفندق تمكن في غضون أشهر قليلة من إيواء أزيد من 500 مصاب. الطاقة الاستيعابية المخصصة لمرضى كوفيد-19 تتجاوز 160 غرفة. يوميا تشهد أجنحة هذه الوحدة العلاجية مغادرة أشخاص جدد بعد تحاليل مخبرية سلبية. حقيقة هذه العملية ديال إيواء المصابين هذا الوباء يعني في هذه الفنادق هذو يعني جا حل المشكل كبير، حيث ان خصوصا خدينا يعني كمثال هذا الفندق هذا مارينا اللي كان شرف عليه حاليا، فهو كان يعني استقبل واحد العدد كبير ديال المصابين، يعني لحد الان فتنا 500 يعني حاله اللي كان جات من هذا، وبالتالي كان اعتقد بان بادره جيده وحسنة، لأن بطبيعة الحال المستشفيات ديال العمومية ما يمكنش يعني تستقبل جميع المصابين، وبالتالي هاد الفنادق هذه حلت هاد المشكلة هذا، وهاد الحالات هادو كلها حالات يعني مستقرة يتم يعني تتبع الحالات ديالهم هنايا، وكتقنوا من داك يعني التحاليل المخبرية إلى حين كيتم العلاج ديالهم يعني كيخرجوا من هاد 175 حالة اللي كان كيستقبلها الفندق. يعني الطاقة الاستيعابية كانت يعني هي 154 يعني غرفة، وبطبيعة الحال ملي كيكون بعض المرات حالات اللي فيها عائلات كتكون الغرفة كتستقبل جوج إلى آخره، وبالتالي كتشوف بأن وصلنا لواحد العدد اللي فاق 170 حالة. داكوغ، حاليا دابا يعني الحالات يعني انخفضت نسبيا، واليوم يعني عندنا تقريبا شي 80 حالة. كنمشي عند ود خالي وقدر الله من تما ديك الساعة انتشر الوباء، واش غنديرو؟ داكشي ديال الله، داكشي مقدر علينا الله مكتاب، عندنا ما نديرو. كنت نعس في الأدم مولاي عبد الله في محمدية، نعست فيه واحد 7 أيام ومع 8 أيام بحال هكاك، استقبلونا بحال استقبال زوين، ماكلة، جزاهم الله خيرا، عندنا ما نسالو أطباء في المتناول، كلشي في المتناول، كنقدم واحد التحية وواحد الشكر كبير للأطباء، أطباء اللي ساهموا معنا بحال الدور كبير، ساهموا واحد الدور كبير، مساكن محنين مخلين والدي ومخلين ولادهم ومخلين شحال من حد كيعرفوه باش يجيو يداويونا حنايا، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. العلاج هنا في الوطيل تعاملوا معنا مزيان، أي حاجة بغينا تيعطيوها لنا، الله يرحم الوالدين، والسبيطار اللي جيت منه أنا الأول في الحسني، وبخير الحمد لله، الله يلا بخير الحمد لله. من أحذية الصباط عين سبع من الجلد جا من برا هو اللي دار لنا هذا المشكل كامل. المدام تاهي كانت عادت ليا تاهي راه في السبيطار، دات السبيطار ودابا راه في الوطيل. الحمد لله تشافينا الحمد لله، وتنطلب منهم كاملين الله يرحم الوالدين تعاونوا معنا، ما خاصنا حتى خير معاهم، اي حاجه بغينا تيعطيوها لنا الحمد لله. واخويا ما تيتسناني حتى واحد، غنمشي دابا ديريكت للطرام وانا غادي، الله يعاون، السلام عليكم.